السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، نتمنى إن شاء الله تكونوا غا بخير. بغينا نديرو غير واحد التوضيح على فيديو اللي درناه، نشرناه في الصفحة فيديو اللي فات على محرك اش 100، على قضية الاحتراق والانفجار. احنا شا قلنا؟ احنا قلنا في محرك البنزين يعتمد على الانفجار، ومحرك الديزل على الاشتعال. بون، احنا قلنا محرك كاتيلان يحتوي على 16 انشوط. لماذا 16 انشوط؟ كاين اربع اسطوانات، كل اسطوانه عندها اربع اشواط. عندك السحب، الضغط، اذا كنا في المحرك بنزين عندك انفجار، ورابعا خروج غازات العادم. نهضروا على الانفجار. انفجار فيما يخص محركات البنزين، عندنا السحب. السحب في محرك البنزين ما يسحبش الهواء وحده، يسحب الهواء زائد خليط الغاز، سواء إيسونس سواء غاز جي بي ال. ثانيا الضغط، ثالثا انفجار. الانفجار ماشي يجي، الانفجار يجي من الشرارة الكهربائية. الشرارة كما على بالنا تجي من البوجي، والبوجي يمدلها الفيسون، والفيسون تمدلو لابوبين. هذه متفاهمين فيها. ورابعا خروج غازات العادم، يعني السحب. هذه فيما يخص محرك بنزين، السحب هواء زائد خليط غازي، ضغط، انفجار، خروج غازات العادم. غادي دروك نتكلمو على محرك ديزل. عندنا السحب. السحب دخول هواء لوحده. عندنا الضغط. اكدوا لي على الضغط. محرك ديزل الضغط لما المكبس يكون داير عملية صعود راه غادي يدير انفلام، لافلام. هذيك لافلام، هذاك الهواء غادي يدير كيما نقولو غادي يدير افلام، كيما نقولو غادي يدير طبقة من النار، طبقة من النار في اعلى الاسطوانة. غادي لانجيكتير، غادي بيسي الغازوال. غادي شي يصرى هنايا باسكو المحرك ديزل ما عندهش، ما تجيش شرارة كهربائية. احنا قلنا الهواء هذاك في عملية الضغط غادي يولد طبقة من النار، اسمها لافلام. لانجيكتير شي يدير؟ لانجيكتير غادي يانجيكتي يبيسي الغازوال في هذيك الطبقة من النار. غادي شي يصرى هنايا؟ غادي يصرى اشتعال. ورابعا خروج غازات العادم. هذه فيما يخص محرك الديزل. الرد على واحد الاخ تاني قال لي رودي بالشنور. احنا اخي احنا ما نردوش بالشنور. الشنور راي خصلك الجيد نتاع الحديد، جيت سوباب نتاع الحديد. هذه معلومة في سبيل الله الناس اللي راها ترودي بالشنور. ان شاء الله تكونوا وديتوا معلومة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.